من أول ما تدخل المكان هتحس إن فصل الربيع هل؟ ما أنت في معرض الزهور، المعرض اللي بيتعمل هنا كل سنة في قلب حديقة الأرمان، الحديقة الجميلة والتاريخية. الحقيقة معرض زهور الربيع معرض عريق وقديم، ودي دورة 87 لإقامته السنة دي سنة 2022، وهو بيضم كل ما يخص عالم الزينة والفاكهة بالأخص. وإحنا بصفتنا الحديقة المنظمة للمعرض السنة دي، إحنا بنقدم داخل الجناح بتاعنا نباتات الزينة والصبارات والأشجار الخشبية والنخيل، ودي فعلا بيتم إنتاجها داخل الحديقة وبيتم بيعها على مدار العام. لو كنت مش عارف حاجة عن الورد غير لونه وريحته، فكل تفصيلة عن الورد وجماله وأنواعه موجودة هنا. لو حضرتك قررت تعمل لاندسكيب، كل حاجة هتحتاجها هتلاقيها هنا. هو ممتاز بصراحة، وبعدين يعني أنا أول مرة أجيه، فيعني بنشوف فيه طبعا هو فيه حاجات نادرة جدا مش موجودة في أي مكان. الحديقة دي أساسا اللي أسسها الخديوي إسماعيل، فطبعا هي فيها بعض الأشجار النادرة اللي مش موجودة يعني في أي حدائق تانية يعني. فبنشوف كده بقى يعني إذا يعني عجبنا حاجات هناخد يعني شوية زرع بتاع كده. جميل حقيقة، أنا أول مرة في حياتي للأسف أجي، يعني رغم أني رايحة جاية على المكان هنا، بس أول مرة في حياتي، فانبسطت جدا فعلا. ألوان الزهور والجو رائع، فإن شاء الله يوم جميل بإذن الله. المعرض مفتوح لمدة 45 يوم. خلال الأيام دي هتلاقي أكبر حركة بيع وشراء في السنة للورود، مش بس للورود، لأ كمان لأي نباتات زينة. شوف الزهور وتعلم، بين الحبايب تتكلم. لكن هنا مش بس بين الحبايب، هنا بقى بين التجار والمشترين.